يعني تصور انت مثلا بنخش حريقه، انت صاحب العقار او صاحب المصنع اللي هو صاحب اللي احنا داخل عليه الحريقه، احنا داخلين وهو بيهرب. يوم 26 يناير 2011 كنت ماشي رايح شغلي في شارع في الحرفيين اللي هي تبع مدينة السلام، فكنت معدي لقيت حريقة. جالنا بلاغ في غرفة العمليات بوجود حريق أسفل عقار تحت التشطيب بمدينة السلام بالحرفيين. وصل الدعم وتعاملنا، رحت واقف مطفي معاهم، دخلت جوه طبعا طفيت. طبعا كان في ناس كتيره، الضابط قال لي اطلع بره عشان ما يجرالكش حاجه ولا تموت. قلت له لا مش هسيبك، ده حاله خطر والعماره هتقع. فطبعا ساب لي الخرطوم ومشي، فانا كملت المسيره. لكن الحريق كان جامد، المواد التخزينات كانت جامده جدا بكميات مهوله. بدانا نسمع طرقعه بعد العمدان نتيجه قوه الحمل الحراري بتاع الحريق، وادى الى سقوط العقار. زي ما تقول كده حصل انفجار، فالناس داسوا عليا وطلعوا يجروا، فما حسيتش نفس اللي انا في المستشفى. ففيها في الاستشهد 5 افراد، 2 ضباط، سياده العقيد سند القاضي، سياده العقيد علاء فاروق، 5 افراد، يعني 5 افراد، امين شرطه ومساعد ورقيب اول ورقيب واثنين مجندين. طبعا كانت ليله يعني صعبه علينا، يعني صعب على اهالينا واهليهم الله يرحمهم، لكن احنا ده قدرنا. قعدت بتاع 2 سنين في المستشفى و2 سنين في البيت. اصابتي كانت في الساق من تحت، عملت 11 عمليه وحصل لي عجز حوالي 75، يعني 75%، يعني ما اقدرش احرك رجلي، وفي قصر 7 سنتي. ربنا كرمني وناس ساعدوني هنا عشان خاطر العمارة اللي وقعت دي كنت بطفي فيها. ربنا ييسر الامور كده ويشوفونا حتى كشك ولا حاجه في اي حته او معاش. لما بنقتحم النار وبنتعامل معاها ده عن حب، لان احنا نفدي اهالينا ونحميهم من الحرايق ونحمي اموالهم ونحمي صحتهم.